بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبابي في الله. السلام عليكم. فهذا الدرس كما تبعنا درس الطبائع العشر. فالدرس ابدأ في الحلقة الأولى من دروس أسرار الحروف أو علم الحرف. فأول شيء قبل أن نبدأ هذا العلم، لابد للطالب أن يراجع الحروف وأعدادها أبجدها وزن حطين، يعني لابد أن يراجع ألف واحد باء اثنان إلى ذلك، لابد من مراجعة أعداد الحروف. في الحروف تتكون فهي 28 حرف، نقسم إلى أربع مجموعات، مجموعة نارية ومجموعة مائية ومجموعة ترابية ومجموعة هوائية، الحارة والرطبة واليابسة والباردة. هو فقط درس أول، فلا بد من تتبع الدروس من أجل أن تحصل الفائدة العامة سنحتاجها في علم الجبر، وسنحتاجها أيضا في معرفة أسرار الحروف كعلم جديد على طلاب العلم الروحاني. يعني الحروف قلنا أربعة مجموعات، فالمجموعة الأولى، فعندما نقوم بشرح مثلا في الحلقة السابعة أو الحلقات المقبلة شرح درس، لا نحتاج أن نقول، فقط نقول الحروف النارية، والطالب فهو يعرف ما هي الحروف النارية ويعرف ما هي درجاتها. يعني الحروف النارية ففي الدرجة يعني هنا واحد أ والشين والذال والميم، هي في وسط ميزان الحروف، يعني والفاء والطاء والتاء، يعني سبعة حروف في الوسط تكون هكذا. هذا ما يسمى بالشق الحمضي، وهذا الشق القاعدي. يعني فالميم هي معتدلة. يعني ففي دروس في علم الحرف الدروس المقبلة سأقوم بدمج علم الحرف بالنظرية الذرية، علم الحرف والنظرية الذرية، سنقوم بدراسة الذرة وعلم الحرف، صح؟ هذه هي هذا فقط درس ليقوم الأشخاص بمراجعة الحروف. ويعني الحروف النارية هي ألف سين الدال والميم، هي المعتدلة، والفاء والطاء، ويعني الشق القاعدي والشق الحمضي، وهي فعندما ندخل في العلم ندمج مع ذات الإنسان، فلها الصفراء تبعها الصفراء، حارة يابسة لأنها نارية، فالنار حارة يابسة. وفقط أكتفي بهذا القدر من هذا الدرس كدرس أول لأقوم بتعريف الحروف كلها، ثم أقوم باستمرار إلى نهاية درس علم الحرف. والسلام عليكم.